كريستانتي، لوكاكو، لوكاكو، بيليجريني، يا ولد يا لعيب، يا معلم يا معلم، الله على اللعيبه اللي شايفه 10 و12 متر. يا سلام عليك يا بيليجريني، يا سلام على بيليجريني، يتقدم بهدف جميل لا يحتاج لفار ولا دياولو. هدف 100 100، هدف 100 100 لفريق نادي روما. يسجل بيليجريني بعلامة المعلمين الكبار. شوف اللعيب الكبير في مساحة ضيقة جدا وحاطط بطن القدم، وتوجيه عظيم يتوجب على هذا الجمهور انه يعني يستمتع بالهدف. بص في الكرة، شوف لوكاكو، بص 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 بص، يا ولد لعيب، يا ولد لعيب بتاع الحاجات المسروقة الجميلة. شوف الكرة، شوف كرة، شوف لطشة الكرة، يا ولد يا ولد يا ولد لعيبة. بيليجريني حاطط كرة حلوة قوي لكنها ركنة في أقصى اليسار لحارس المرمى الحارس دي جريجوريو، ما قدرش يعمل حاجة عليها خالص، عمل عليها تراي لكن صعبة 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 في أقصى اليسار. وبيليجريني يتقدم بهدف جميل، ودي المتعة النهاردة إن بيليجريني سجل هدف وقبليها كريستانتي كان سجل هدف تاني عن طريق ديبالا. ديبالا العرضية لوكاكو الثاني، لوكاكو يضرب روما بالثاني، لوكاكو يسجل لوكاكو الهدف الثاني. روما شخصية، روما ديناميكية، وروما أهداف إيطالية. يسجل على طول لوكاكو هدف ممتاز 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 لوكاكو. إذا لوكاكو يتقدم بالهدف الثاني لصالح نادي روما، يتقدم بالهدف الثاني لروما. بص شوف لوكاكو، بص شوف لوكاكو، لوكاكو العرضية في شوفسايد، في شوفسايد، ما في شوفسايد. اللاعب بابلو ماري مغطي بمساحة يعني مترين ثلاثة خلف لوكاكو. يتقدم الآن فريق روما بتاني هدف. روما ب50% من قوته يتقدم 2-0 في مرمى دفاعات نادي مونزا. مونزا ليس مونزا بتاع الدور الأولاني. شوف الكرات العرضية، لكن في مفترق طرق النهاردة في المباراة، وشفنا في نوع من الأنانية بالنسبة للهجمتين اللي كانوا في منتهى الخطورة بالنسبة لفريق نادي روما. أدي دروسي وسط الأمتار اللي بتهطل هنا في مونزا. الخطأ لروما، الركلة الحرة المباشرة، باريدس، باريدس وباولو ديبالا. باريدس كرة دي بتاع ديبالا خطيرة جدا. ديبالا لعيب لعيب، هو كرة ديبالا، ديبالا لا 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 لا، يا ولد عليك يا ديبالا يا لعيب، بقول لك كرة ديبالا، الكرات دي بتاعة باولو ديبالا. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا باولو، الله على النجم الجميل جدا ديبالا. ديبالا هدف مارك ديبالا، هدف صناعة ديبالا، وهدف ميدي ديبالا، روعة 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 الأداء بتاعته. بص شوف، بص شوف ديبالا، بص شوف ديبالا، يعني كرة روعة. الله يا لعيب يا ديبالا، يا لعيب يا ديبالا يا فنان، الله الله الله، كرة راح ايه بالزغرة، روعة، كرة جميلة جميلة جدا جدا، روعة من ديبالا ومن واحد من عظماء نادي روما لاعب باولو ديبالا. صعبة جدا على حارس المرمى، صعبة جدا على الحارس طبعا دي جريجوريو. هدف ثالث يؤكد، يؤكد فرح دروسي، ويؤكد علو كعب فريق نادي روما، ويؤكد ان ديبالا واحد من نوعية خاصة من اللعيبة. باريدس، باريدس والحارس دي جريجوريو شكله هيقفل عليه المرمى. باريدس 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 يا لعيب، ولا كحتف شمال. جول رابع جميل لروما، جول رابع جميل لروما. باريدس ركله جزاء نموذجيه في المقص، في المقص يا حبيبي، في المقص على طول. تاني باريدس يحط هدف رابع جميل جميل جميل. 4 روما لا شيء لمونزا، 2 في الشوط الاول و2 في الشوط الثاني، وهدف من الاهداف اللي دايما عنوان لروما في الربع الساعه الاخير من عمر مباريات هذا الموسم. شوف الكرة، شوف ركلة الجزاء الجميلة، وشوف النظرة، نظرة فابتسامة فلقاء فهدف جميل لصالح نادي روما عن طريق باريدس، حاططها ولا في الأحلام. يا سلام، ده في المقص، مقص مقص، ركلة الجزاء في المقص، مقص مقص، زي ما أنت عايز تقول تقول. ركلة الجزاء جميلة، ركلة الجزاء ماركة باريدس وماركة نادي روما، وأصبح لروما شكل وطعم ولون. شوف اللعيب اللي يحط بطن القدم جنب الكرة في توقيت مثالي، خطوة خطوتين من الخط، يا ولد عالمي كارموني، يا ولد الله، هدف عالمي، هدف من الأهداف الحلوة الجميلة. بقول لك كارموني، أندريا كارموني، أندريا كارموني في المقص، يا ولد لعيبة كارموني، يا
يا ولد لعيبه كربوني حلوه الكره جميله. شوف الكره, شوف انطلاقه وادي اندريا كربوني بوم, هدف جميل 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 جميل. ما يقدرش يعمل لها حاجه خالص 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 ولا اي حاجه سفيلار. يا ولد على المقصات النهارده, ايه المقصات؟ المقصات تتحدث تتكلم عن طريق هدف جميل لاندريا كاربوني. اندريا كاربوني ما يجيبوش غيره, ما يجيبوش غير كاربوني. اندريا كاربوني